بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. طبعا هذه بطولة موي تاي 2019 للناشئين والشباب، وثاني بطولة تسجل فيها 80 لاعب مشارك من الأعمار السنية اللي هي تبدأ من 8 سنوات ل 17 سنة. الحمد لله في فرق كبير السنة، تقريبا وصلنا تسجيل ل 270 لاعب الحمد لله. حتى بالنسبة لحضور الجماهير ما شاء الله حضور غير متوقع صراحة، ما شاء الله، الله يزيد ويبارك إن شاء الله، ونتمناهم إن شاء الله في النهايات اللي بتكون إن شاء الله باكر. نشكر الأهالي ما شاء الله تواجدهم من الساعة 10 صباحا واستمرارهم لين الحين، وساعدونا حتى في تنظيم المباريات، في تأهيل لاعبينهم وتشجيعهم وعطاهم أكثر معنويات. ونشكر بعد لجنة الحكام وإخواننا الشباب المنظمين. إن شاء الله نشوفكم على باكر، إن شاء الله تكون بطولة أفضل إن شاء الله.